أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخوف والرجاء كلاهما نعمتان من نعم الله تعالى، بشرط أن يكون الخوف في مكانه الصحيح والرجاء في مكانه الصحيح. كيف يكون الخوف في مكانه نعمة؟ وكيف يكون الرجاء في مكانه نعمة؟ قبل ذلك، قبل الإجابة على هذا السؤال، لابد من أن نطرح سؤالا آخر: ما معنى الخوف وما معنى الرجاء؟ أوضح الجواب في هذا المثال. لنفترض أنك تريد السفر بالطائرة، فلو بدأت تفكر في الحوادث المؤسفة التي يمكن أن تقع في السفر، كاحتمال إلغاء الرحلة أو سقوط الطائرة أو ضياع جوازك أو سرقة أموالك، فهذا معناه الخوف، تخاف من حدوث ما تكرهه. ولو فكرت في الوجه المشرق للسفر، ما يمكن أن تحصل عليه، مثل لقاءات بمن تحب، مثل الراحة من الروتين، مثل خلاصك المؤقت من المشاكل، وتمنيت أن تكون سفرتك سفرة تاريخية من حيث التمتع بها، هذا معناه الرجاء. لقد روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو. إذا كنت تخاف من ضياع جوازك، فلا بد أن تهتم وتضع الجواز في مكان آمن. إذا كنت في سفرك تخاف من أن تسرق أموالك، فلا بد أن تضعها في مكان آمن، وهكذا تعمل لما تخاف، تعمل لما ترجو. كما أن الرجاء ضروري، كذلك الخوف. فلولا أن الإنسان يخاف من المرض والفقر والفشل لما سعى لمعالجة الأمراض وكسب القوت والسعي للنجاح. وكذلك الأمر مع الرجاء، فلو أن المرء فقد الأمل وتملكه اليأس لما قام بأي عمل في أي مجال. المهم أن تخاف حيث لا بد من الخوف، مو أزيد، وأن ترجو حيث يكون الرجاء في مكانه مو في غير مكانه. لقد دعيت للسفر إلى أستراليا وإلقاء محاضرات في مدينة سيدني، وكان ذلك إبان انتشار المرض المعروف أنفلونزا الخنازير. وبما أن شتاء أستراليا يتزامن مع صيف الشرق الأوسط وأوروبا، فقد كانت التنبؤات تتجه نحو احتمال انحسار المرض في الصيف في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، وانتشاره في أستراليا ونيوزيلندا وتلك المناطق، وكنا على أبواب الشتاء في أستراليا. قال لي كثيرا من الإخوة: كيف تسافر إلى تلك البلاد بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية الدرجة السادسة من الإنذار للمرض، ويتخوف الكثير من انتشاره في قارة أستراليا ونيوزيلندا؟ قلت لبعضهم: كم عدد المصابين حتى الآن بالمرض في العالم؟ قال: 30,000. قلت: وكم هم الذين ماتوا بسبب هذا المرض؟ قال: 149 شخص إلى ذاك الوقت. قلت: هذا يعني أن أكثر من 6 مليارات ونصف من البشر لم يصابوا بهذا المرض ولا زالوا بعيدين عنه. قال: لكن المرض أصبح وباء.
قلت هذا المرض مثل بقية الأمراض، يمكن أن يشفى منه ويمكن أن يقتل صاحبه، وهذا يعني أن علينا أن ننظر إليه كأي مرض آخر. قال يعني شنو كأي مرض آخر؟ قلت نحاول أن نتجنبه، لكن ما نتوقف بسبب عن السفر والحركة والنشاط. قال لكنه ربما يقتل. قلت وربما لا يقتل، ليش تنظر فقط إلى القسم الفارغ من الكأس ولا تنظر إلى القسم المليان منه؟ لماذا تنظر إلى أسباب الخوف ولا تنظر إلى أسباب الرجاء؟ ربما يقتل ربما لا يقتل، بالإضافة إلى أنه لم يمت منه حتى الآن في أستراليا لعدد معقول ذاك الوقت. في الوقت الذي يموت بسبب الأنفلونزا العادية أكثر من 2500 شخص في أستراليا وحدها، وإلا بين 250 ألف إلى نصف مليون سنويا يموتون بسبب الأنفلونزا العادية. لكن هل هذه الأنفلونزا تمنع الناس من السفر؟ مجموعة أمور لا بد أن تهتم بها حتى لا تصاب لا بالأنفلونزا العادية ولا بأنفلونزا خنازير. الرجل قال إذا كان الأمر كذلك فلماذا هذا التهويل حول المرض؟ قلت لا أدري، لكن ربما لأنه مرض انتشر عند الأغنياء، والأغنياء إذا أصيبوا بمرض يملؤون العالم ضجيج، مثل ما إذا أعلنوا أن فلان ملك مصاب بمرض ولو مجرد وجع في الرأس، هذا خبر من الأخبار، ودائما الملوك يخفون أمراضهم. في كل لحظة يموت العشرات مئات ألوف من الناس لكن لا أحد يتحدث عنهم، لكن المليونير إذا مات أو الملك إذا مات أو الرئيس مات يكون خبر في صدر الأخبار في النشرات الخبرية في الإذاعات والتلفزيونات. أيضا أنفلونزا الخنازير لأنه انتشر في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فالعالم كله بدأ يتحدث عن ذلك، وليس في أفريقيا، لم ينتشر هذا المرض في أفريقيا عند الفقراء، وإلا كان الناس منسي. وربما السبب في هذا التهويل عن المرض هو للبحث عن الحلول، وربما لحاجات أخرى تجارية سياسية، وربما لأن وسائل الإعلام اليوم تلعب دور كبير في نقل الأخبار، وما دام أن الدول الغنية مهتمة بالمرض فإن على العالم كله أن يهتم به. قال يعني من باب إذا زكموا هم، إذا صار عندهم زكام فإن علينا أن نصاب بالحمى. قلت بالضبط. قال الزين بعد كل هذا تسافر؟ قلت نعم، لأنه لا يجوز أن نخاف من الشيء أكثر مما يجب. قال كيف تقول أكثر مما يجب وحسب الأخبار؟ فإن هذا المرض إذا انتشر فربما يقتل نصف مليار من البشر. قلت أظن أن الله تعالى لا يريد أن تقوم الساعة الآن، وأنه لا يريد أن يهلك عباده الآن. قال من أين تعرف؟ قلت لأن الله لا يخلف الميعاد، وقد وعد قائلا لأغلبن أنا ورسلي، وقال إن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. البشر لن ينتهوا حتى يأتي صاحب الأمر ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. ربنا لا يريد إلغاء الحياة في الحياة الآن، هذه الحياة ستستمر في الحياة، وجود الناس ستستمر في الأرض، سيستمر في الأرض حتى يقوم صاحب الأمر وتتحقق وعود الله لأنبيائه بأن ينتصر الله وينتصر جنوده وينتصر رسله. وإلى حديث قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.